هذا ميدان الشرف، هذا ميدان العز، انتم اثبتوا الكلام هذا، اثبتوا ان الشعب الليبي فخور بكم وكل يدعم فيكم، كل الشعب معاكم وانتم خير ممثل لدولة ليبيا، موفقين ونتمنى لكم التوفيق وانجازاتكم تدل على كل العطاء اللي انتم قدمتوه. يلا شباب موفقين موفقين. هي انطلاقة تختلف عن غيرها، ترافقهم معداتهم وخوذهم، وجهتهم عملية بحث معقدة هنا وهناك تحت هذا الركام، ربما يجدون ناجين أو حتى جثث لانتشالها. في مشهد مؤثر صاحبته صيحات التكبير، تمكن الفريق الليبي من إنقاذ امرأة سورية تبلغ من العمر 50 عاما رغم حالتها الصحية الصعبة، بعد أن ظلت 151 ساعة تحت ركام أحد المباني في مدينة هاتاي جنوبية تركيا، في عملية هي من أصعب عمليات الإنقاذ بسبب صعوبة الوصول إلى الطوابق الأرضية. وبمعاينة المكان شعرنا بصوت طفل وامرأة، من الله الفضل سبحان الله، بعد 7 أيام تم إخراج طفل وامرأة كبيرة في السن بخير وبسلامة. إشادة كبيرة بجهود الفريق الليبي يتلقاها تباعا بعد إسهامه في إنقاذ عديد من تقطعت بهم السبل وانتشاله 23 جثة من تحت الأنقاض، إضافة إلى إنقاذ 5 أشخاص في المدن التركية. يؤكد جهاز الطب العسكري هذه الإحصائية ويقول إن الفرق قد قدمت خدمات ل366 حالة بينهم 65 طفلا، إضافة إلى الدعم النفسي لعدد من الأطفال والأسر المتضررة. ومع مرور الأيام يركز الفريق الليبي للإنقاذ جهوده اليومين الماضيين على انتشال الجثث من تحت ركام المباني بمحافظة أنطاكيا التركية، وذلك بحسب ما كشف عنه رئيس البعثة الطبية التابعة لجهاز الطب العسكري خليل خليفة، والذي أكد أن الفريق فتح عيادات ميدانية وقدم خدمات للمخيمات خصوصا من الجالية السورية في تركيا. ما بعرف شو بدي أحكي من كتر الخوف، من كتر الخوف بالليل خرابة هون عنا، نفس أفلام رعب يعني. ما بعرف، إن إحنا قاعدين بمدرسة هلأ، مدرسة مهدومة يعني، مبارحة بالليل صار عنا هزة كتير قوية يعني، بدها تنهدم فوق راسنا وما حدا عم يقدر يساعدنا يعني. نتمنى يعني إنه تساعدونا، إنه يعني يقدروا يطلعوا بيت جدي نانتي وجدي، ونقدر نطلع من هالبلاد بخير وسلامة، ونقدر ندفنهم. الله يرحمنا ويرحمنا جميعا. إسهام ليبيا لم ينحصر على الأراضي التركية فقط، حيث أعلنت حكومة الوحدة وصول قافلة مساعدات إغاثية إلى مطار دمشق الدولي بسوريا دعما لمتضرري الزلزال في الشمال السوري، مبينة أن الطائرة تضم أطنانا من المواد الأساسية والأدوية والمواد الغذائية، بالإضافة إلى خيم وأغطية ومدافئ، وأن هذا الجسر الجوي سيستمر لمساعدة الشعب السوري. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، آية قرآنية تبين عظمة ومكانة إنقاذ أرواح البشر ودفع الضرر عنهم في معادلة يتسابق فيها مع الزمن. هكذا حدد الفريق الليبي للإنقاذ أسبابه لمواجهة المخاطر والصعاب لأجل إنقاذ عالقين تحت ركام لا يرحم، لا يعرفون أحدا منهم، في فطرة ربانية تبين مدى قيم البشرية لدى أصحاب هذه المهنة.